السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، كيدايرين لاباس عليكم؟ كنتمناكم تكونوا بألف خير ان شاء الله. مرحبا بكم في القناه ديالي. كنتمنى اول مره زار القناه ديالي ما يبخلش ليا واحد سير لايك ويتابونا فلاشين، ومرحبا بكم مره ثانيه، وما تنساوش بالتعاليق الزوينه ديالكم اللي كتحفزني دائما باش نزيد مزيد من العطاء. اليوم ان شاء الله غادي نحكي لكم التجربه ديالي مع ولدي المرهم ديال العينين في سيتالميك 1%. هذا المرهم البنات في سيتالميك 1%. غادي نحكي لكم اول حاجه التجربه ديالي مع هذا المرهم. هذا المرهم هذا اهل البنات التيب ديالي اللي هو هذا. هذا المرهم هذا كيف ما قلت لكم البنات مخصص للعينين، وكياتي كيف ما قلت لكم على شكل هلام من العين. وهذا المرهم هذا كيحتوي على مضاد حيوي الحمض الفوسيدي اللي كيعمل على قتل الجراثيم المسؤوله على الالتهاب اللي كيكون في العين. هذا المرهم هذا كيتسمى كأنواع التهابات ديال العين والجفن بشكل موضعي، كالالتهاب الملتحمة، التهاب القرنية، تقرحات القرنية، داك الشعيرة اللي من هادشي كله اللي كيكون اللي كيتكون على هادشي كامل، يعني اللي كيسبب هاد الالتهابات هو كيكون الأصل ديالها بكتيريا. هاد البكتيريا هادي هي اللي كينتج عليها الالتهاب في احد الغدد موجوده داخل الجفن، وكتظهر على شكل بطره، يعني بحال اللي كتكون بحال شي هذا شي حبوبه وكتكون مديره مقيحه بحال هذاك الشكل. وهاد المرهم هذا هاد الاحتياطات ديال الاستعمال ديالو، ما كيبغيش السيده تكون السيد ولا السيده تكون دايره هذا العدسات اللاصقه اي لي لونتي، مخصهاش تكون دايره نهائيا. هذا المرهم ما يمكنش لك تستعمليه وانتيا يعني ديري وانتيا غادي تكوني غادا تصوبي ولا شي حاجه، لا، لانه كيدير تشويش ديال الرؤيه. وبالنسبه للمرأة الحامل يمكن لها الاستعمال ديالو، المرأة المرضعة، الرضيع حتى هو، لان اصلا هاد المرهم هذا خرجته ليا هذا الطبيب ديال ولدي. ولدي عنده عام ونص، يعني حتى الرضع. وثاني صافي هادشي اللي كاين. ندوزو البنات الطريقة ديال الاستعمال ديالو. سمحوا لي البنات الى طولت عليكم. المهم البنات بالنسبة لطريقة ديال استعمال هاد المرهم هذا، كتعملو على العين، على العين يعني كل واحد وشنو هذا الحساسيه اللي فيه هذا في العين. بالنسبه لي انا ولدي كانت دابا شي تقريبا شي شهر وكيبقى يحك العين ديالو، كيبقى يحك يحك يحك، يعني انا قلت انا عادي، يعني كنت كندير ليه ديك البوماده الصفراء ديال عيني، قلت يعني ماشي شي حاجه. صافي من بعد دام ديك الاستمرار كيبقى يحك يحك، دام شهر، مدة شهر كنقلب ليه هذا العين ديالو، يعني كنشد ليه هذا الجفن ديال العين وهذا هبط على هذا الشكل حتى كنلقى حبوبه
والراس ديالها مقيح. صافي انا تهزيت هزيت الولد مشيت ديتو عند هذا عند البيدياتر ديالو، قالت لي لا راه مش خافي والو، راه غير حساسيه. صافي المهم خرجت لي هاد المرهم اللي هو الثمن ديالو 37 درهم و20. بالنسبه للبنات طريقه الاستعمال ديالو فهي كالتالي: اول حاجه نغسلو يدينا مزيان، نغسلو يدينا مزيان، هذا نغسلو العين ديالنا سواء حنا هذا سواء حنا الكبار سواء الوليدات الصغار. المهم انا غنقول لكم الطريقه اللي قالت لي انا الطبيبه، قالت لي غسلي ليه العين ديالو بالماء دافي مزيان وديريها على شكل مساج، يعني العين جبديها على هذا الشكل، غسليها هكا وجبديها على هذا الشكل هذا، يعني هاك على هذا الشكل هذا بحال هكا كماسيها ديري على شكل مساج. ومن بعد مني كتغسلي بالماء دافي كتعاودي كتغسلي بالماء بارد، الماء بارد يعني كنغسلوه بالماء بارد وكناخدو المرهم على هذا الشكل هذا. أول بنات وكنحلو العين كنحلوها وكنوضعوها على شكل افقي، افقي ها العين ها هي البنات كنوضعوها على شكل افقي، يعني كنشدو الجفن بحال هذا الشكل هذا وكنوضعوه على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الطبيبه ديال ولدي قالت لي هذا الوليدات الصغار مده ديال 7 ايام، يعني جوج مرات في النهار لمده 7 ايام. بالنسبه للناس الكبار لمده 15 يوم، يعني 15 يوم اصلا كتسالي هذه لاطاش ديالها مده 15 يوم، يعني يمكن الناس الكبار هذا يستعملوا هذا المرهم هذا لمده 15 يوم، يعني ما كاينش هذا شي تخوف. اما بالنسبه لوليدات الصغار كيف ما قلت لكم الرضع او الاطفال لمده 7 ايام، كنستعملوه جوج مرات في النهار في الصباح وفي العشية وفي الليل، يعني ملي بغي نعس. وهذا كذلك سواء في الصباح سواء في العشية مساج، أول حاجة مساج الماء دافئ، يعني كنديرو واحد المساج لهذا العين هذو لا مساج بالماء دافئ ثم الماء بارد، من بعد كنوضعو المرهم على شكل أفقي. سمعتوني البنات؟ على شكل أفقي، قطرة واحدة إلى قطرتين لا غير، حيت من بعد كتكون واحد الاثار ديال هاد المرهم هذا، كتجيهم حرقه، يعني بحال الولد كيبغي يحك انت بقاي شاده ليه هذا الجبهه ديالو، بقاي بحال هكا كافيه ليه باش ما يحاولش يحك العين ديالو، حيت كدير حرقه وهذا الاحمرار وكتكون العين بحال كتبدا تدمع، يعني ما عندكم علاش تخافوا. صافي هي فاش كينتج على هذا الاحتكاك، يعني كيبغي يحك هذا العين ديالو. وهذا الشيء اللي كاين البنات، وسمحوا لي طولت عليكم بزاف، سمحوا لي. وهذا مكان البنات الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش لاول مره زير القناه ديالي ما تدخلش عيب واحد زير لايك، وانا كنتسنى البنات التعاليق ديالكم واي تساؤلات مرحبا، و استودعكم الله، السلام عليكم.